النهاردة الأربعاء 18 سبتمبر، ورحلتي بكرة الساعة 10 صباحا، وبقالي يومين ما نمتش. طبعا ده علشان أنا عايز أنام في الطيارة، لأن رحلة 8 ساعات غلسة قوي قوي قوي، شكلي وحش جدا وسايب دقني طويلة. بس أنا قلت علشان إيه أحلق قبل ما أسافر، علشان معرفش الحلاقين اللي في الصين جنسياتهم ايه، ولا بيحلقوا ازاي، ولا هتعامل معاهم ازاي. فقلت ايه خليني احلق كده عشان اقعد مثلا اسبوعين ابقى احلق بس في البيت، وما اضطرش ان انا اتعامل في حاجات كتير هناك يعني انا ممكن ان انا اضيع فيها، يعني خصوصا ان انا اول مره اروح الصين. وسامع بشار خير ان ما حدش بيتكلم انجليزي هناك، هروح احلق واجي. اوبا النظافة حلوة والنظافة من الإيمان. أنا مش عارف أنا كنت طايق نفسي إزاي، دخلت على الكرسي بتاع الحلاق يا دوبك قعدت، رحت جاي رايح في النوم. والمهم بقى إن الحلاق بقى استغل الفرصة وقعد يعمل لي ماسك وبتاع. أنا ما بعملش ماسك، أنا ما بعمل ماسك. قمت رايح جاي مدفعني مبلغ، استغل الفرصة إن أنا إيه كنت نايم يعني. بس مش عارف هو عمل لي ماسك هيدن شولدرز ولا ايه، اشتغلني انا يعني. حسيت ان هو لما حط الماسك ده على وشي وسابه، حسيت باللسعه بتاعت النعناع بتاعت الشامبو هيد اند شولدرز، فتقريبا اشتغلني. طيب بصوا يا شباب، انا كنت قاعد مع نفسي كده، خليني اتكلم معاكم بصراحه. حاسس بملل جامد جدا من عمل الفيديوهات على اليوتيوب، لانها كلها شغل كلها شغل. واصلا عشان اعمل فيديو وانزله على القناة، وبعدين طلب مني فيديوهات ترجمة الفيديوهات للانجليزي، فروحت اعمل قناة تانية علشان الترجمة. اصلا دي حاجة صعبة جدا انك تقعد توقف الفيديو عند كل جملة وتقعد تترجمها. فانا قلت لا، ان انا اعمل قناة جديدة وانزل عليها فيديوهات بالانجليزي، ده حاجة اسهل بالنسبة لي وامتع، مش موضوع سهولة وبس. وبرضو لان انا بقالي فترة بعيد عن الاحتكاك بالاجانب، فالانجليزي بتاعي ابتديت احس ان هو يضعف. فعشان كده قلت لا، لما هعمل القناة الانجليزي هرجع اتكلم تاني. وطبعا مفيش اي حاجة تقوي الانجليزي غير انك تتكلم. شخصيا بحب ان انا اعمل الحاجة اللي انا مستمتع بيها. قعدت فكرت، انا بحب عمل الفيديوهات جدا، قصة المونتاج والحاجات دي انا بحبها جدا، بس ان كل شوية بعمل فيديوهات صيانة، وفي نفس الوقت بيجي لي استفسارات عن حاجات تانية. يعني في انتوا كمتابعين بتبعتوا لي استفسارات لها علاقة بالشغل، ولها علاقة بالصيانة، ولها علاقة بالامارات، ولها علاقة بالبلاد اللي انا سافرتها، ولها علاقة بحاجات كتير. فقلت طيب انا اعمل ايه؟ اعمل قناة تانية واخليها فلوجز، ولا اعمل فيديوهات؟ اكيد طبعا مش هعمل لكم فيديوهات تحدي اكل. اعمل فيديوهات يكون لها علاقة بالبزنس، بالشغل، بتطوير النفس، الشغل في الامارات، بكل الكلام ده. فبدل ما اعمل قناة جديدة واقول لكم يا جماعة يلا انا عملت قناة جديدة ويلا بينا روحوا اشتركوا هناك واشتركوا هنا واشتركوا في القناة الانجليزي، فقلت لا، يعني احنا نغير او نضيف على القناة دي فيديوهات يكون لها علاقة بالموضوع، لها علاقة بينا. فأكيد الموضوعات اللي أنا هختارها إن أنا أتكلم فيها هيبقى لها علاقة بحاجة تمسنا كلنا. أنا وأنا بعمل فيديو الصيانة بكون تحت ضغط جامد جدا، ببقى قاعد مركز، يخش علي زبون ينسيني أنا عايز أقول إيه، أرجع أعيد الشوت تاني. أنا حابب إني أعمل فيديوهات إني أتكلم كده بتلقائية، حابب أخرج من الملل بتاع ان برد على اسئلة الصيانة، يا باشمهندس ايه الحل، ايه الحل يا عم فؤاد. كمية الرسائل الكبيرة جدا اللي عمالة بتجيني، في ناس بتبطل يوتيوب تماما بسبب الحالة اللي انا فيها حاليا. اليوتيوبر بيحصل له ان هو اتحرق، خلاص ما عندوش نفس ان هو يكمل. ليه؟ بيعمل نفس الحاجة. في ناس شخصيا بتستثقل دمي، فالفيديوهات دي هيكون سبب انها تستثقله اكتر، فتعمل ديسلايك للقناة وتقفل وتعمل انسبسكرايب وتمشي. لان بصراحة احنا كشعب كعرب
في اشخاص مش محترمين بالمره. يعني انا عامل فيديو تعبان فيه، انت ما تعرفش التعب اللي بياخده الفيديو قد ايه، يخش يشتم. طب بتشتمني ليه يا ابني؟ الشتيمه بتلف تلف وترجع لصفحتها تاني. وبالنسبه للناس اللي هي بتقول ان انا بتاخر عليها في الرد في الاستفسار وتبعت الرساله، ويا باشمهندس وعلامه استفهام، يا باشمهندس ما بتردش ليه؟ يا باشمهندس محتاج ردك بسرعه بسرعه حالا. يا عمي انا هسيب شغلي وهسيب اللي في ايدي وهسيب الضره اللي انا بعملها وهسيب كل والفيديوهات اللي انا بعملها اللي هي بتخدم عدد كبير من الناس عشان ارد على سؤالك يا ديك. واللي يقول لي نسيتني يا باشمهندس، انا اقسم بالله انا بنسى نفسي. انا علشان يعني مسافر بكره الفجر كاتب كل حاجه عشان ما انساهاش. فاذا كنت انا بنسى نفسي فاعذرني لو نسيتك. يعني انا بتعامل مع على الاقل 10,000 شخص، لو 100 منهم بعتولي في اليوم رسائل، انا ال 24 ساعة بتوع اليوم مش هيكفوني ان انا ارد عليهم. فالتمسوا لي العذر يعني في موضوع التأخير والكلام ده كله، انا برضو عندي يعني كمية طلبة انا بتأخر عليهم برضو. الموضوع كان لذيذ جدا اول لما عملت القناة وكان فيها حوالي مثلا 1000 مشترك او اقل حتى، فكان كل كام يوم كده 2-3 يبعتولي، فعندي وقت فراغ اني ارد عليها. انما دلوقتي صعب. نيجي للموضوع الاساسي وهو انا رايح الصين شهر اعمل ايه؟ طيب مبدئيا اسأل اي حد شغال في اي تكنولوجيا، تصوير، موبايل، كمبيوتر او غيرها، هتلاقيه نفسه ومنعينه ان هو يروح يشوف عاصمة الصناعة وعاصمة التكنولوجيا في العالم اللي هي بقت مصدر لتصنيع كل حاجة في الدنيا. ده اول سبب يخليني من زمان نفسي ان انا اروح اشوف الصين دي بلد عاملة ازاي، والشعب وثقافتها، اشوف ازاي الناس دي يعني وصلت للي هم فيه ده دلوقتي. تاني حاجة ان انا كان جايلي اكتر من مرة دعوة من شركة تشانلي ومن يونيون ريبير، وحاليا جات لي كمان دعوة من شركة ميكانيك لزيارة المصنع بتاعهم في شينزن. ان شاء الله انا رايح هشوف المصانع دي، هشوف التولز الجديدة، وحعمل لكم فيديوهات ان شاء الله اقيم كل حاجة من وجهة نظري الشخصية، بالرغم ان انا ما بحبش ميكانيك، بس يعني هنديهم فرصة. الحاجة الثالثة ان انا بني ادم بحب السفر. قصة انك تروح بلد غريبة ما بتتكلمش نفس لغتك، تروح كده ما تعرفش حد هناك. يعني لما رحت تركيا حسيت الاحساس ده، وانا رايح الصين دلوقتي انا حاسس الاحساس ده، انك رايح تتعامل مع مجهول. ده شيء بيديك ادرينالين رش كده في جسمك، بيديك سعادة لانه في حاجة من المغامرة. الحاجة الاخيرة والمهمة هي اني مش عارف، يعني لو انت بتشوف الفيديو وما تعرفش ان انا في يوم كنت شغال مدير في شركة نوكيا، فانا كنت شغال مدير في شركة نوكيا. من ساعة ما سبت نوكيا وابتديت اشتغل واطور نفسي بنفسي تكنولوجيا، من بعد ما نوكيا خلاص ماتت اتغيرت جدا. حاصل ان التكنولوجيا بتتطور بسرعة قوي قوي قوي، فاحنا مش ملاحقين. الدوائر بتتعقد اكتر فاكتر، تلاقي بصمة ما عطتش مع كذا مع كذا. وانا ما بين شغلي في المحل وما بين اني ادي دورات وما بين اني انا اتعلم بنفسي او اطور من نفسي وما بين اعمل الفيديوهات والرد على الكومنتات وما بين كل ده وده، انا حاسس اني بتقدم ببطء. مش هي دي السرعة اللي المفروض تتناسب مع التقدم التكنولوجي اللي حاصل، بالاضافة الى ان انا عندي استفسارات وتساؤلات مش عارف مين ممكن تكون عنده اجابتها، فانا رايح ادور على الاجابة دي. الناس اللي هناك دي شغالة وما عندهاش وقت تضيعه وما عندهاش وقت انها تقعد تتكلم معايا علشان ترد على اسئلتي زي ما احنا بنعمل في العالم العربي، فكان لازم اني اروح وادفع لشخص علشان بس يقعد معايا ويرد على اسئلتي. طبعا هي مغامرة لان المبلغ كبير جدا، وطبعا كان لازم ان انا اكون انا وهو لوحدينا، ما ينفعش
ان يبقى في مجموعه. وحتى الناس اللي هي جت مصر وراحت العراق واللي هم الصينيين اللي نزلوا، مش عايز اذكر اسامي الناس اللي نزلت عملت دورات هنا وهنا وهنا وفي تركيا وهنا وهنا، ليه انا ما روحتش مثلا واحده من الدورات دي؟ السبب اني انا طالب معلومات في مستوى او ليفل معين، المستوى ده اعلى من مستوى الدورة اللي هي بتقام لتعليم طالب لسه داخل مرحلة انه عايز يحترف. انا شغوف للعلم، شغوف ان يكون عندي معلومات. فطبعا انا مش عارف اذكر اسم الشخص اللي انتوا كلكم هتعرفوه، بس اوصل الصين اكيد هو جاي وجايب معاه كاميرا ولان هو يعرفني. بس انا يعني صراحة خايف جدا من موضوع التواصل واللغة. 你喜欢什么？你喜欢中国人？你喜欢华人吗？你喜欢中国吗？你喜欢吃啊苹果？你喜欢吃猪肉猪饭吗？啊，你叫什么名字？ لان احنا هنكون بنتكلم في جزء معقد، ده شيء انا خايف منه جدا، لكني قررت ان انا ادوس واخوض المغامره وزي ما تيجي. ممكن اروح اصلا ملاقيش المعلومات اللي انا عايزها دي موجوده عنده، وساعتها هكون اتاكدت ان انا مش مقصر، ان انا المعلومات دي مش موجوده عندي ومش موجوده عند غيري. وطبعا بقى هجيب شويه تولز واي سي هات وبتاع والكلام ده يعني عشان شغلي هنا، وهنجيب بقى بورد علشان شغل الدورات اللي في مصر وهنا وهنا، وهنجيب كمان بقى شوية بورد فاضية علشان الداتا ريكفري. لو حد محتاج اي حاجة ممكن يتواصل معايا على الفيسبوك. برضو في حاجة انا حابب الفت نظركم ليها، ان الدورات اللي بتتعمل هنا وهنا 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 في الوطن العربي اللي بيجوا الجماعة الصينيين من برا عشان يدرسوها، الدورة دي ما بتكونش المنهج الصيني كامل. ففي مرة انا سألت فريق من الفرق، قلت لهم يعني انتوا الدورة عندكم في الصين سعرها كام؟ سمعت اسعار اكتر بكتير من اللي هي بتتعمل عندنا في الوطن العربي. فسالت عن السبب، عرفت ان الدوره اللي هم بيعملوها في الوطن العربي ما بتكونش المنهج كامل، بيكون اتفاق ما بين الطرفين المنظم والمدرب على جزء معين من المنهج هو اللي هيتم تدريسه، زي مثلا CPU A8 A9 زي CPU iPhone X زي البصمة الحاجات دي. فبيتم الاتفاق على جزء معين هو ده اللي بيتم تدريسه. في برضو مراكز جابت الصينيين بسبب ان هم يعني يطوروا من منهجهم ويستفيدوا، بان مثلا الفرقة الفلانية دي جات وبتدي دورة عندنا واحنا مركز كذا وبتاع، ده مش عيب ولا حرام، دي دعاية مشروعة يعني ما فيهاش أي مشكلة. في ناس بتقولي طب يا أيمن ليه ما تجيبش مثلا الفرقة وتعمل زي الناس دي؟ يعني ما بحبش إني حد يشاركني في اسمي، أنا ببني في اسمي، ما بحبش حد يشاركني فيه. تيم وورك؟ تيم وورك وكل حاجة بس تحت اسمي، مش تيم وورك مع حد تاني يجي يدرس عندي. فدي حاجة انا ما بحبهاش، هروح لهم بنفسي. هو ده المفروض يتعمل، مش ان هو احنا يلا تعالوا استضيفوا تعالوا هاتوا الناس وبتاع. لا، المفروض كل اكاديمية مثلا بتبعت مدرب من عندها يشوف ايه الجديد، حتى لو مفيش، حتى لو مفيش بس هو راح اطمن ان مفيش جديد ورجع في تنتوفة جديدة اجابها معوجة. فده طبيعي، انا يعني كنت شغال في نوكيا من اول يوم لاخر يوم، كل 3 شهور تدريب 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 تدريب. ليه؟ الشركه بتحاول انها تحسن من مستوانا، وكل يوم في جديد، يا اما هتلاقي في فجوه رهيبه ما بينك وما بين التكنولوجيا بتاعت العصر الحالي. يعني مثلا هتلاقي نفسك انت بتعرف تشتغل في ايفون 6 وعندك دلوقتي ايفون 11، ففي فرق. لو انت ما اشتغلتش في الاكس مش هتعرف تشتغل في ال 11. طب ايه الحل؟ لازم تلحق تطور نفسك، لازم تروح اكاديميه. وموضوع الدورات ده مش هينتهي الى ما شاء الله، لان كل يوم في جديد. لو ما طورتش نفسك انت وقفت، لو حسيت نفسك انك انت وصلت القمة فانت كده في بداية الانهيار وبداية النزول للقاع. فقولولي، اكتبولي في الكومنتس حابين الفيديوهات اللي هتكون بالشكل ده ولا مش حابينها، عشان اكون عارف بس، وساعتها هنفتح قناة تانية ونخليها للفلوجات. الحق بقى انا اتوجه لدبي علشان طيارتي كمان كام ساعة. بشكركم جدا وإلى اللقاء، مع السلامة.